خلي بالك الطموحات بتختلف في كاس العالم للانديه، ومن الفرق اللي عندها خبرات كثيره جدا في هذه البطوله، وبالتالي كمان عندهم مدرب. انت اكيد هتتكلموا على المدرب، مدرب اسباني بيلعب بشكل معين، في تطور في اداء هذا الفريق بشكل كبير جدا على مستوى التخطيط داخل الملعب، وعلى مستوى كمان اللاعبين بشكل او باخر. يعني انا شايف مباراه اوكلاند اصعب مباراه للنادي الاهلي في البطوله، مباراه صعبه، لان هي انت بالنسبه لك كفرقه انت الضغط النفسي والعصبي عليك انت اكتر من اوكلاند. صحيح. وعكس باقي الماتشات ان شاء الله لما نصعد باذن الله، باقي الماتشات الضغط هيبقى على الفرق الثانيه، الفرق الثانيه هي بالنسبه للقيمه التسويقيه انت القيمه التسويقيه بتاعتك اعلى منهم، لما تروح ان شاء الله بعد كده القيمه التسويقيه بتاعتك هتبقى اقل من الفرق دي، فالفرق الثانيه يعني ريال مدريد، الفريق الامريكي، الفرق دي مطالبه ان هي قيمتها التسويقيه اعلى، يعني الضغط عليها هيبقى اكتر ان هي المفروض تكسب. صحيح. لكن بكره احنا الضغط علينا اكتر لان احنا اعلى منهم، فانت الضغط النفسي عليك اكتر، فانا شايف مباراه اوكلاند. حتى المدرب اتكلم في النقطه دي، وكنت بتكلم مع كابتن اسلام فيها، ان هو بشكل او باخر بيقول الاهلي افضل وعناصره افضل، ولكن احنا هنحاول، وبالتالي زي ما انت بتقول انا اعتقادي ان حتى تنويم مغناطيسي، دي سياسه تنويم مغناطيسي، ان الاهلي هو الاوفر حظا والاهلي الاكثر حظا. هو طبعا عارف قدرات النادي الاهلي، وحتى كان عمل مداخله مع كابتن اسلام هنا في برنامج البيت الكبير، واضح ان هو مذاكر الاهلي بشكل كويس جدا، حافظ الفرقه. ده من 3 اسابيع يا كابتن هاني قال لي فلان وعلان وترتان، انا مش هقول طبعا، لكن هو قال لي محضر وعارف ومحضر وقال لي الفرقة. من فتره يعني من 3 اسابيع تقريبا. فهي لا الماتش صعب، بس انت يعني مهم جدا بكره الهدف المبكر عشان ما تصعبش الماتش على نفسك. لو الماتش فضل 0-0 الماتش بالنسبه لك هيتحول لصراع بدني، والتحول البدني ده لمصلحتهم.